الناس على 3 أماني لحسين. في شيء عندك انت 3 أماني قالوا لي انت؟ لا انا قلت الاماني يعني قلت انه فطبعا خارج الان يعني انه ليفربول ان شاء الله يحقق الدوري السنه. طيب. وانه الارجنتين ان شاء الله يحقق كاس العالم. طيب. وفي امنيه قلت انا محتفظ بها لنفسي يعني. نفسك بعيدا عن الرياضه والاعلام ولا تبغى ولا حتصرح فيها في يوم؟ لو صارت حصرح فيها. طب قول عشان تصير نساعدك على هذا ان شاء الله. لا والله ان شاء الله والله يعني ترى هذا اكثر شيء اليوم يعني واحد مو بكسر واحد من الاشياء اللي كثير جت عليه اسئله. اسال حسين ايش الامنيه الثالثه؟ اسال حسين ايش الامنيه الثالثه؟ والله الامنيه الثالثه يعني مخليها انه يعني فوقتها ان شاء الله يعني فوقتها ان شاء الله انها تقولها. طيب بيني وبينك في الفاصل اقول لك ايه بيني وبينك تكتبيها في الورقه هذه في الفاصل بيني وبينك بس ما تعلم. لا ما اعلم ايش قاعد خلاص 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 اوكي انا الواحد يعرف اوكي خلاص بعلمكم في تويتر بعدين.